وضع المكياج للزينة في 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 البيت للزوج، الزوجة تتزين لزوجها في حد ذاته ليس مفطرا، ليس مفطرا، لأنه الذي يفطر هو الأكل والشرب والمعاشرة الزوجية. أما أن تتزين المرأة فهذا ليس مفطرا، ولكنه باعتبار أن الزوج صائم يعني لا تتزين المرأة حتى لا تثير شهوته فقط هذا، وإما إذا تزينت فلا شيء عليها. بالنسبة نشوف الإنسان يعني إذا خرج إلى العمل يعني يخرج به دامين ويعني ويغسل وجهه ويتنظف، هذا لا شيء فيه، ولكن التزين من أجل التزين بمعنى التبرج هذا معروف الحكم ديالو شرعاً.